هلا الفرق بين سلطه الخيار باللبن هاي تساتسيكي اليونانيه واللي بنعرفها انه هون نستخدم لبن يوناني. ايش هو اللبن اليوناني؟ انا ما بعرف ليه يبن بتضلها يبن يوناني. اوكي اللبن اليوناني هو لبن رايب مصفى. لبن رايب مصفى قبل ما يصير مثل اللبنه. أوكي. يعني هي بين اللبن واللبنه بيجي لبن يوناني. أوكي. وطبعا نسبه البروتين فيه يعني اعلى. يعني قصدك انه بده يكون انه شوي اكثف من يس. اللبن المرق يس. اللي هو 100% 100%. واحنا كيف نقدر نعمله بالبيت؟ بكل بساطه بنجيب لبن عادي بنحطه بمصفاي مع ورق المطبخ، واذا بنشوف هون هاي المي نزل، هاي المي نزل، وهون عندي اللبن تصفى. وعلى فكره كثير اوفر من ما انكم تشتروه، وهذا الموضوع احنا حكينا عنه قبل كم من حلقه. يعني هون انا عندي لبن يوناني نص كيلو راح احطه هون، وهون عندي شبت. هلا احنا بنستخدم النعنع الاخضر او النعنع الناشف، ولكن بالتساتسيكي بنستخدم الشبت، واذا بنحب عادي برضه باليونان بيستخدموا نعنع اخضر معه، بس هو المتعارف عليه اكثر انه الشبت. وبعدين بنزيد ثوم حسب الرغبه، انا بس حزيد سن واحد. أستاذة الثوم. أنا كثير بحب الثوم باي ذا واي. ثوم زاكي. هون عندي معلقتين خل أبيض ورشة ملح، وراح أزيد معلقتين كبار زيت زيتون. هون عندي خيار، ثلاث حبات خيار مبروشين برش، مش مفرومين فرم. رشيت عليهم رشة ملح عشان بس عشان ميتهم تنزل. بناخذها وبكل بساطة بنعصرها. فهلا اذا انت بتلاحظ حتكون السلطه عندنا كثير كريمي اوكي وكثيفه، طيبه كثير مع الرز اللي هلا راح نقدمه. شوف كميه المي اللي نزل. هاي الصراحه كثير بتاثر على قوام السلطه ومش مرغوب فيها. وبتطيل عمر السلطه الخيار بلبن، ترى لما نعصر الخيار زي هيك بتطيل صح. عمرها 100%. وبنزينها ب شبت، وبنحط لنا يا عيني بنحط ايش زيت زيتون، وفولا صار عندنا يا عيني سلطة الخيار بلبن تساتسيكي اليونانية، طيبة كثير.